ناس يستخدمها، يعني يخلي إيش، يخليها وجبة رئيسية، وهي ما يعتبرها مثل المكملات الغذائية. الحين هي مكملات غذائية عشان تكمل النقص اللي أنت تحتاجه في غذائك اليومي. لا طبعا المكملات الغذائية أبدا ما تغني عن الرياضة، الرياضة شيء أساسي. المكملات من اسمها هي تكمل شغل الرياضة، يعني هي المكملات الغذائية أساسا إذا كان عندك نقص في التغذية في أمور معينة تكمل هذه المواد، لكنها ما بشيء رئيسي أبدا أنك تعتمد عليها. الرياضة طبعا مهمة، المشي مهم، وزي ما تشوفون طبعا متوفر عندنا الممشى هذا وغيره كثير، يعني ما قصروا الدولة في توفير الممشى بكل الأحياء صارت الآن. هي كمان اسمها مكملات غذائية، فما تغني عن الرياضة، فلازم مع الرياضة والأكل الطبيعي تضيف لها المكملات الغذائية. إنها تغني ما تغني عن الرياضة ولا عن الأكل الطبيعي. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومسيكم بالخير، ونقول التغذية مكمل غذائي ما يكفي الرياضة. الرياضة هي الأساس عن كل شيء. الرياضة هي الصحة، تنفعك في السكر، تنفعك في اللياقة، تنفعك في كل شيء. فالمكملات هذه منها أضرار، لابد ويمكن منها أضرار. فالأفضل إنك شيء تعرفه أفضل من شيء ما تعرفه. الرياضة معروفة كل من الصعبة، الدكاترة والمدربين، والحمد لله منها كل شيء. هي اسمها مكملات غذائية، فالرياضة أحس أنها تكمل المكملات الغذائية، تبني العضلات، تبني يعني مساعد قوي يعني لهالشيء هذا. ايه تقدر تستغني عنها اذا نظمت الغذاء بشكل كويس، وتحتاج شوي مجهود يعني تنظيم وقت مره دقيق عشان تستغني عن هذه. في حاله انك ما نظمت وقتك ما راح تقدر تستغني عنها ابدا. لا ما لها علاقه، يعني المشي تقريبا والدراجه لتخسيس تقريبا هو الاكثر شيء كذا. مي منشطات تعتبر البروتينات مكملات غذائيه تقريبا اكثر شيء تكون للحديد او اللي عندهم نقص في فيتامين.